هذا البرنامج برعاية الزراعية مباشر. حد يسمع لنا؟ انا عندي مشكلة. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الحلقة بقدم خالص التعازي للشعب المصري في ضحايا الحادث الإرهابي، ونحتسبهم إن شاء الله شهداء عند الله. في دور مجتمع علينا كلنا في هذه الفترة، خصوصا إن احنا بنتكلم على شهداء تفخر بهم الأمم، رجالة فعلا ضحوا بحياتهم من أجل بلدهم، رجالة فعلا هي دي اللي بتبني الأمم وبتبني المجد والتاريخ وأيضا الحضارة. دي عقيدة الجندي المصري، الشرطة والجيش، الناس دي بتبقى دايما عارفة ان هي في اي لحظة مستعدة للقاء الله، لان عندها هدف نبيل وعندها عقيدة ثابتة وقوية وراسخة ان الدفاع عن الوطن هو اسمى المعاني واسمى الاخلاق. رجال تفخر بهم الامم، رجال تفخر بهم الاجيال القادمة. المفروض ان احنا دايما يعني نبقى فاكرين الناس اللي ضحت بدمائها علشان بلدها، ودايما بنتكلم ايه اللي ممكن نقدمه كمجتمع في هذه الفترة. احنا بنشوف كله بيجري ورا اخبار وورا ارقام، وفين البيانات الرسمية؟ محدش سأل نفسه احنا ممكن نقدم ايه. محدش قارن نفسه بالابطال اللي ضحوا بحياتهم وشاف الناس دي قدمت ايه لبلدها، وان ازاي انا ممكن اقدر فعلا افيد بلدي. المفروض ان احنا في هذه المرحله نلتزم الهدوء، لان احنا عندنا ثقه كبيره جدا في قيادتنا وفي جيشنا وفي شرطتنا. عارفين ان القياده ما بتتركش حق ابنائها ابدا، ولا تتهاون في امن الوطن والمواطن المصري. وبالتالي لازم يبقى عندنا نوع من الهدوء علشان نقدر نفكر وعلشان نقدر ناخد خطوات سليمه، وان احنا نبقى جزء في من الدفاع عن الوطن. النهارده في دور مجتمعي كبير جدا، لان احنا بنتكلم على شهداء سابوا اسر وابناء، بنتكلم على ابطال المفروض ان احنا نحاول يعني نقتدي بهم ونشوف حياتهم كانت في التضحيه وفي الاخلاق وفي البطولات لمصر شكلها ايه. دور المجتمعي ان احنا نبني بلدنا. الدور المجتمعي ان احنا نراعي ربنا في كل خدمة او في كل واجب او في كل عمل بنؤديه. زي ما مصر محتاجة اللي يدافع عنها، محتاجة اللي يبنيها. وبالتالي احنا بنتكلم النهاردة ان ده دور الجيش والشرطة والشعب المصري. ففي البداية بأذكركم وأذكر نفسي ان احنا لازم يبقى عندنا نوع من الهدوء والثقة في الله وفي القيادة وفي الشرطة وفي الجيش المصري، علشان دي أحداث بتمر بيها مصر عابرة، وبإذن الله احنا قادرين على الاستقرار وعلى التنمية. بما أننا بنتكلم عن التنمية دايما وبنقول ما فيش توقف في العمل، إذا كانت مصر بتمر بهذه الظروف، في نفس الوقت احنا بنتكلم على الغذاء المصري وأمن قومي آخر، الأمن الغذائي المصري. هنستكمل معكم رحلتنا في الزراعية مباشر، وهنتكلم عن الملفات العادية. من حقنا فعلا أن احنا يبقى في نوع من الألم، لكن في نفس الوقت نوع من العمل والاجتهاد. من المحاصيل اللي بنتكلم عنها دايما وبنقول للأسف ان احنا بقينا بنستورد منها كميات كبيرة، ووصلنا في بعض السنوات ان احنا كنا بنستورد بالكامل استهلاكنا الفول البلدي، لان هو المحصول البقول الاول في جمهورية مصر العربية من حيث المفروض المساحة المنزرعة ومن حيث الانتاج الكلي والاستهلاك، لان احنا فعلا كنا بنتكلم ان دايما الفول البلدي ده مساحته كبيرة جدا. قلت في السنوات الماضية بعد ان كانت المساحة الاولى في مصر، بيستخدم في تغذية الانسان ونظرا للاحتواء على نسبة مرتفعة من البروتين اللي هي ممكن بتوصل ل 28% وكربوهيدرات 58%، وده بالاضافة الى عدد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الاخرى. ده بالإضافة إلى دور الفول البلدي في تحسين خواص التربة اللي احنا دايما بنتكلم عنها، ازاي نزود خواص التربة ونزيد من خصوبتها. بترك نحو من 20 ل 30 وحدة أزوتية في الفدان بعد الحصاد، ده بيستفيد منها المحصول التالي.
يعني احنا بكده بيبقى عندي تسميد مبكر. بتجود زراعه الفول البلدي في معظم الاراضي وبما فيها الاراضي الجديده سواء كانت جيريه او رمليه، ما عدا الارض المتاثره بالملوحه القلويه وان هي هتبقى سيئه الصرف في نفس الوقت. بيعتبر ميعاد الزراعه من العوامل المحدده لانتاج محصول الفول البلدي بسبب ارتباط العوامل الجويه زي الحراره والرطوبه الجويه وتساقط الامطار وبنشاط الحشرات والامراض سواء امراض المجموع الخضري زي التبقع البني والصدى والامراض الكامنه في التربه زي الزبول وعفن الجذور والهلوك. عوامل كتيره جدا بتؤثر على الانتاجيه، ارتفاع درجات الحراره بتزود النشاط الحشري. لكن اللي انا عايز اتكلم فيه النهارده ان فعلا عندنا علماء بيحبوا مصر مخلصين، ده نوع من العمل الحقيقي لدعم اقتصادك. اوعى تستهين بمحصول زي ده، ده الطبق الاساسي للاسره المصريه تقريبا. انت بتتكلم على ان انت بتستورده من الخارج بالنقد الاجنبي بالعمله الصعبه وبتحمل ميزانيه كبيره جدا لاقتصادك، فاي مجهود في هذا الملف هو بالتالي دعم لاقتصاد بلدك، بالتالي هو دعم لمرحله محتاجين فيها ان احنا نستفيد من كل مواردنا. انا معايا على الهاتف الدكتور محمود ابراهيم الاستاذ بقسم بحوث المحاصيل البقوليه. برحب بحضرتك يا دكتور. دكتور محمود، طيب هنكمل من الدكتور محمود مره ثانيه بعد اذن حضراتكم، لان احنا النهارده عايزين نتكلم على ازاي نستفيد من الاراضي الزراعيه اقصى استفاده، ازاي ان احنا نزود من المساحات المزرعه بالمحاصيل المختلفه، تكثيف المحاصيل منها الفول البلدي، ان انا احمل محصولين مع بعض في نفس الوقت، دي استفاده من الارض. الفول البلدي في السنوات الاخيره ويعني الحمد لله المحبين والمخلصين لمصر قدروا ان هم ينجحوا في نشر الوعي ما بين المزارعين وبالتالي زياده في المساحات المنزرعه وايضا التوصيات الفنيه اللي ادت الى زياده في الانتاج. ازاي ان انا ازود في الانتاج وان انا اقاوم كل المشاكل الامراض والحشرات اللي ممكن تقلل لي من الانتاج في الارض الزراعيه او تزيد من الفاقد، وبالتالي انا بشكر كل العلماء المخلصين في هذه المنظومه القويه. دكتور محمود ابراهيم الاستاذ بقسم بحوث المحاصيل البقوليه، برحب بحضرتك يا فندم. دكتور محمود. الو. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الله الحمد لله بخير والله الحمد لله. انا بشكرك على تواصلك معانا وبشكر حضرتك على مجهودك الدائم في القطاع الزراعي. ما بتتأخرش عن أي مزارع في الحقيقة. الله يسعدك ويخلي المزارعين عايزين البلد تبقى بخير إن شاء الله. يا رب. لو حبيت أتكلم مع حضرتك النهارده إزاي نقدر نوسع في المساحات المنزرعة، الموسم الماضي واللي قبله كان في مجهود قمتم بيه وشايفين إن في زيادة في المساحات، ده كان بسبب الأصناف الجديدة ولا التوصيات الفنية الحديثة؟ إحنا بداية كده بداية نتكلم على الفول البلدي انه لا قيمته الفقير. ايوه. يعني لو الانسان بيتناول طبق فول بشكل ليمون مع طبقايه مع بطلايه مع قطعه جبنه او بيضه يعتبر وجبه كامله تعادل 600 جرام لحوم حمراء. صح. فول مدمش مطهر لمعاه ومفيد قلب. ايوه. الجمال عليك يحتوي على مركبات تقاوم مرض السرطان لا تشم الفم وبيقوي الجسم بيدي مناعه للجسم مختلفة. لا أخير ده كلام علماء التغذية. أيوه. النهارده احنا الفول البلدي خدت حضرتك متوسط إنتاجية حوالي 10 كيلو فدان. تمام. غير حوالي 1200 كيلو يعني معناها بتضرب في 10 قرادين حضرتك في 1200 يعني في حوالي 14000 جنيه. أيوه. الفول بيصرف له 5000 جنيه الألف من الزراعة حتى الحصاد. من 14000 باقي صافي الدخل المزارع حوالي 9000 جنيه. تمام. وزائد ان محصول الفول البلدي محصول مخصص للتربه او مصلح للتربه لانه بيثبت العزوف الجوي عن طريق العقد البكتيريه التي تتكون على جذوره وتثبت العزوف الجوي ويفيد المحصول اللي فوق ب 25 وحده ازوت بحيث ان هو محصول مصلح للتربه. زائد ان احنا ممكن نزرعه، احنا عندنا مساحه في مصر 8 مليون فدان. اسمع حضرتك، احنا عندنا في المحاصيل الشتويه البرسيم ده محصول مهم للعلف، القمح ده محصول استراتيجي ودي خط احمر ما نقدرش نخش عليها، فممكن توسع.
نساعد الفول البلدي ازاي؟ ان احنا نعمل عمليه الانتر كروبنج اللي هي تحميل المحصول، يعني تحميل الفول على محصول اخر. من ايه؟ احنا عندنا منطقه الكوبريه بتاكل اذكار، فبنزرع ما بين الشجر في البلد. عندنا منطقه الصعيد تزرع محصول القصب الغرسي الخريفي، ممكن نحمل عليه. عندنا الطماطم الشتوي تبع حضرتك، عندنا بنجر ممكن نحمل عليه تبع حضرتك، ونسود المساحه بدون مساحه. النهارده انا عندي تبع حضرتك الحمد لله متوفر كسب الفول اصناف تبع حضرتك، عندي اصناف الوجه البحري اللي هي تقاوم الامراض الايه؟ الامراض الورقيه زي واحد واثنين وثلاثه واربعه وجيزه 716. عندي اصناف مخصصه للوجه الابلي، وهي الاصناف اللي بتتحمل اصابه الهلوس زي ايه؟ مصر واحد ومصر ثلاثه وجيزه 43. عندي اصناف في منطقه النبريه اللي هي بتتحمل الظروف الجفاف زي نظريه واحد واثنين وثلاثه. عندي اصناف في الوادي الجديد زي الوادي واحد وجيزه 40. فالاصناف موجوده متوسعه على مستوى الجمهوريه. مواعيد الزراعه اتفضل حضرتك، مواعيد الزراعه في الوجه الابلي اخر اكتوبر، نص الثاني من اكتوبر، في الوجه البحري النص الاول من نوفمبر، ومعدل التهوية 30 كيلو جرام للفدان. محصول الفول خدت من حضرتك محصول يعني ما بيستخدمش اسمده زيتيه معدنيه، ده هي شكاره واحده بس، لان هو بيسبب تلازمه الجو عن طريق الحكم البكتيريه اللي بتكون على جذوره. ايوه فالمحصول محصول مربح، واحنا عايزين نعمل اكتفاء ذاتي. احنا عايزين نحمل حوالي 670 ل 400,000 فدان عشان نعمل اكتفاء ذاتي، لان متوسط استهلاك الفرد في السنه 6 كيلو جرام. 400,000 فدان، احنا دلوقتي بنزرع كم الف فدان؟ حوالي تقريبا 120,000 فدان. يعني الثلث تقريبا. ويعني بتتركز الزراعه في منطقه النوبريه بتطلع على حوالي 25,000 فدان لوحدها ما بين الاشجار حديثه العمر. 25,000 فدان ما بين الاشجار المعمره. من ال 120,000 فدان على مستوى الجمهوريه. ايوه. فهذه منطقة واعدة. ثانيًا عندنا سينا الناس بتزرع فول، أنا معايا مشروع، كنت مع حضرتك معايا مشروع على جدية، والناس في سينا لغاية العريس بيزرعوا فول. المناطق الجديدة منطقة الجلبانة كنت مع حضرتك بيزرعوا فول. الأراضي الجديدة كلها ممكن تزرع فول. عمر المحصول قد إيه في الأرض؟ والله المحصول متوسط المحصول حوالي من 9.5 ل 10 اراضين. لا عمره بيقعد قد ايه في الارض؟ بيقعد 150 160 يوم. من 150 ل 160 يوم. تمام. يعني طب لو في توصيات هتقولها للمزارع، احنا بنتكلم خلاص موسم الزراعه قرب، ايه التوصيات اللي يعملها في الارض قبل ما يزرع؟ ايه الاستعدادات اللي جاهز بيها ارضه؟ التوصيات بقول للمزارع، انا بقول له معدل التهاوي للفدان 30 كيلو جرام، والزريع والتحطيط بمعدل 10 خطوط في الأصابتين، والزراعه على ريشه واحده بزرتين في الجوره على مسافه 20 سم ما بين الجوره والاخرى. قبل الزراعه بيحط سوبر فوسفات 15% بمعدل 4 ل 5 كيلو للفدان اثناء الخدمه. كتب حضرتك. وبعدين بالنسبه ده للاراضي اللي هي ما فيش فيها هالوك. اما الاراضي الموضوعه بالهالوك بقول للمزارع يزرع الصنف المتحمل الهالوك اللي هو الجيزه 843 او مصر واحد او مصر ثلاثه، ويتاخر في الزراعه اسبوعين عن الميعاد المشابه. اذا كان بيزرع في الصعيد يزرع اول نوفمبر، اذا كان بيزرع في الوجه البحري يزرع 15 نوفمبر. مع الزراعه على خطوط المحصول السابق بدون خدمه. تمام. عشان انا ما اديش الارض هطلع بذره الهلوك اللي تحت لفوق، يبقى انا بهرب من الاصابه. فبقول له ازرع على البلاط يعني على خطوط المحصول السابق. اختار الشمس، اختار الزراعه متاخره حوالي 15 يوم على الميعاد المشروع. كنت مع حضرتك الزراعه على خطوط المحصول اللي قبل كده بدون خدمه. تعليل الرش في الراوند اب بمعدل 50 سم على 200 لتر ميه للفدان
عند اول تزهير مره وبعدها ب 20 يوم مره، الاربع عدد دول بيجيبوا نسبه مقاومه 100% وبيجيب محصول كامل زرع في ارض خاليه من العدوى. بشكر حضرتك وهطلب منك اي مزارع عاوز خدمه في ملف الفول هنديله رقمه، احنا يعني بعتذر لك على كده. بحيث ان هو انا عارف ان انت بتتواصل معاهم واي مشكله على مستوى الجمهوريه بيبقى عندك الحل بالنسبه لمحصول الفول. بشكرك الاستاذ الدكتور محمود ابراهيم على هذه المداخله القائمه، الاستاذ بقسم بحوث المحاصيل البقوليه بمركز البحوث الزراعيه. وعلى فكره المعلومات دي كلها احنا يعني هتعاد وفي نفس الوقت هي موجودة على الموقع الرسمي لقناة مصر الزراعية بحيث أي مزارع عايز يرجع لها، اسم الصنف، مواعيد الزراعة، تجهيزة الأرض زي ما اتكلمنا عنها، هيقدر إن هو يراجعها مرة أخرى. بشكرك يا دكتور محمود، وإحنا عندنا هدف إن إحنا نقلل استيرادنا من الخارج. الدكتور محمود أول كلمة قال لي دي لحمة الفقير، وده مش كلامي، قال لي ده كلام خبراء التغذية. الفول البلدي هو لحمة المواطن الفقير، فمن باب اولى ان احنا حتى يعني اذا كان في ارتفاع في اسعار اللحوم في هذه المرحله احنا الفول نفسه غلي، يبقى من باب اولى ان احنا نقلل من الاستيراد، خصوصا انت عندك اصناف كويسه جدا كمان، يعني الاصناف اللي موجوده في مصر اصناف ممتازه. فطبق الفول اللي انت بتقدمه للمواطن الصبح وجبه الافطار لعامه الشعب من باب اولى ان هي تبقى من ارض بلدنا زارعينها بايدينا حتى، فده هدف. والنهارده الفرصه موجوده، انت عندك المعلومه وعندك سعر كويس بالنسبه للفلاح، في ميزه النهارده تنافسيه انت بتقدر تحقق هامش ربح جيد منه.